سبحانك ربي معظم شانك بفضلك وإحسانك.
الله أكبر، الله أكبر،
المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمده. Thank you.
أرجعه على جبينه فقال إسماعيل لأبيه
على عمر ولده إسماعيل فلم تقطع، لأن السكين سبب عادي لا تخلق ما يحدث عنها، وإنما خالق القطع فيها إذا قطعته الله. وزاد إبراهيم في محاولته وإذ بنداء جبريل وقد نزل بكبش من الجنة بأمر الله، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال تعالى وفديناه بذبح عظيم. فحري بالشباب، حري بالشباب المسلم اليوم الذي اليوم أن يأخذ العبرة العظيمة من هذه القصة، وأن يكون نعم العون لأبيه، وأن يكون نعم العون لأبيه على تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون بارا بأمه وأبيه عملا بقوله تعالى وبالوالدين إحسانا. وفي سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وفي سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي سورة الأنعام قل تعالوا اتقوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأن يطيعهما فيما لا معصية فيه فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وحري بالأب المسلم، وحري بالأب المسلم اليوم أن يكون آخذا بيد ولده إلى طريق الخير والهدى والصلاح والتقى والفلاح، إلى مجالس الخير ومجالس الدين ليقطف ثمرة عظيمة طيبة ويرى آثار هذه المجالس الطيبة العابرة على ولده. فحري بالأب أن يعتني بولده بالتربية الإسلامية الصحيحة، وأن يحثه على التخلق بالأخلاق الحميدة، فيحصل بعد ذلك بإذن الله ولدا بارا معينا له على طاعة الله. وإننا نحثكم في هذه الصبيحة المباركة على صلة الأرحام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. فخذ أخي المسلم بيد أولادك ليزوروا أرحامهم، ليزوروا جدهم وجدتهم وأعمامهم وأخوالهم وأولاد أعمامهم وأولاد أخوالهم، فيعتادوا منذ الصغر على صلة الأرحام، ولا تقل أنا لا يزورني فلان فلا أزورهم، بل صل من قطعك، صل من قطعك، واعف عن من ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك، والله موفق للصواب. أيها الإخوة الأكارم، لقد حثنا القرآن الكريم على طاعة الوالدين، وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على طاعتهما، وخاصة الأم التي عانت وكابدت وشقت لتخرج منها رجلا طيبا ذا خلق حسن. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث في خطبة حجة الوداع عن عدم الخوض في أعراض المسلمين ودمائهم وأموالهم، كما أعطى عليه السلام وبين قيمة ومكانة المرأة الحقيقية في الإسلام، وجعلها درة مصونة، وجب عليك إظهار الود والاحترام والعطف تجاهها، وشبهها بالقارورة الزجاجية التي يخشى عليها من الانكسار فرفقا بالقوانين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي من علينا بعيد تزهو فيه النفوس وتصفى القلوب ويرتقي فيه الأحبة بعد فراق.
فيه الأحوال بعد تشتت وخصومات. عباد الله، إنه من السنة أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه إن أمكن، وإلا فليحفظ الحال، كما حثنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق بالحيوان. قال رجل: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. فوجب على الإنسان، أو فوجب علينا الإحسان إلى الذبيحة وسرعة الذبح وإعداد السكين إعدادا جديدا. وأيام التشريق عباد الله أيام أكل وشرب وذكر الله وإظهار الفرح والسرور والتوسعة على الأهل والزوجة والأولاد وإسعادهم ولو بكلمة طيبة وإظهار البر والمحبة وتبادل التهاني والهدايا فتهاب تعاب. تعاملوا بالرفق واللين وابتعدوا عن الغضب وأحسن المعاشرة بالمعروف. ابتسم ابتسم فإن الابتسامة لغة صامتة يفهم منها الآخرون أنك تحبهم وتعشقهم على مجاورتهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما أنتن أيتها الأخوات الكريمات، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص النساء بحديث خاص يوم العيد يوم العيد، ولن أطيل في موعظتكم، لكن حسبي منها هذان الحديثان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. إذا صامت المرأة شهرها، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد وابن حبان عن عبد الرحمن بن عوف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. فأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعيد عليها تلك أعوانا عديدة ونحن بصحة وعافية، وأمتنا بآمال وامتنان وعز وتمكين، إنه جواد كريم. اللهم في يومنا هذا في هذا اليوم المبارك لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا مدين إلا قضيت عنه دينه يا أكرم الأكرمين، ولا غائبا إلا رددته إلى أهله سالما قادما، ولا عازلا إلا زوجته عاجلا غير آجل، ولا ميتا إلا رحمته. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا من وفقت أهل الخير للخير وأعنتهم عليه، وفقنا يا مولانا للخير وأعنا عليه. اللهم إنا قد وقفنا لبابك فلا تردنا خائبين، ولا عن بابك مردودين يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واجعل اللهم بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح عنا بها ما أشكل حتى نفهم أنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. وفي الأخير يطلب منكم ملاحظة من السلطات المحلية في مدينة رأس الولد وعلى رأسها رئيس بلدية رأس الولد، أنه أي إنسان لا يرمي جذع أضحيته في الأماكن العامة، وإنما يضعها في كيس